ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده وكل الاعاده فافاده خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا الناس واش الاحتفال براس السنه حرام ولا حلال. الا بغيتوا تعرفوا واش حلال ولا حرام اجيو معايا. استاذي واش الاحتفال براس السنه حلال ولا حرام؟ لا لا بالنسبه لي انا حرام. الاحتفال فيه وفيه، الاحتفال كان احتفال ديني مرحبا، وكان احتفال بالشراب والخمر وشي حاجه مسائل النشاط هو الشاط. لا 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 المهم بالنسبه لك انت الاحتفال براس السنه حرام. لا لا يبغي يحتفل الانسان يحتفل بشي طريقه دينيه شرعيه. هي ارتكبنا الاخطاء ما كناش عارفين، ولكن الانسان ملي تيعرف تيبدل وجهه النظر ديالو. كتشري الحلوى كتشري الكادو؟ لا ما تشري لا كادو لا حلوى لا كادو. انا دابا نشري حلوى السنه ديالنا السنه الهجريه ديالنا تنشري ندير عشاء مزيان ونجمع وليداتي وبخير ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وبخير. يعني هذا السنه ديال النصارى ماشي ديال العرب. يعني احتفلوا بها النصارى؟ احتفلوا بها النصارى. حنا خاصنا نحتفلوا بديال العرب. ديال العرب الاحتراس السنه ديالنا حنا ديال العرب خصنا نحتفلوا بها. ودابا انت راس السنه ما كتشري حلوى ما كتعطي كادو؟ لا ما كنشري حلوى ما كنعطي كادو ما كندير حتى شي حاجه. حتى راس السنه ديال العرب عاد داكشي اللي بندير كندير. حتى الحلوى ما كتاكلهاش؟ لا ما كناكلهاش في راس السنه والو ابدا. بكل تواضع بكل تواضع. تحيه. حرام ولا حلال؟ وي كيقولوا حرام. باش عرفتيها حرام كيكون فيه فهمتي. هما قالوا هما كيقولوا انا عمري ما احتفلتش به. بالنسبه لي انا عمري ما احتفلتش به وما كنعترفش به اصلا. يعني ما عمرك شريتي فيه حلوى؟ ما عطيتي فيه كادو؟ ما عمري شريت شي حلوى ولا شي كادو بعدا باش. والو فراس؟ لا والو فراس. ما كليتيش شي حلوى فيه؟ نقدر نكون واكل شي حلوى، ولكن ما عمرك زعما بالنسبه ندير راسي فراس العام ناكل حلوى فراس العام. ما ناكلش شي حلوى. لا حرام اخويا. باش عرفتيها حرام؟ حرام اخويا. داك الشيء ماشي من العاده ديالك فهمتي. داك الشيء ديال التقاليد ديال اليهود والنصارى. انت دابا ما كتحتفلش بهذا راس السنه؟ ما كتحتفلش. ما كتشري حلوى ما كتعطي كادو؟ ما كاين لا كادو ولا حلوى ولا والو. ما كتاكلش الحلوى ما كتاكلهاش؟ حتى ناكلو ولكن ماشي فراس العام. حتى كيفوت راس العام؟ داكشي ديال اليهود اخويا ماشي ديالنا فهمتي. حنا كنحتفلوا بعيد النبوي اخويا، العيد الاضحى شنو اللي كنحتفلوا به. انت ما عمرك احتفلتي براس السنه؟ لا ما كنحتفلش بهذاك الشيء اخويا. ما عمرك كلتي حلوى شريتي كادو؟ اخويا الحلوى كناكلها ديما، ما كنحتفلش بهذاك الشيء ديال اليهود اخويا فهمتي. هذوك كيحتفلوا بالشراب وداك الشيء ديالهم، حنا ما كنحتفلوش بها اخويا فهمتيني. حنا كنحتفلوا بالعيد النبوي كيجمعوا الحباب العائله وسنه الرحيم هادشي اللي كاين.